بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وتمسك بسنتهم وترسم خطاهم، وبعد، أيها المستمع الكريم، نتحدث معك في هذه الحلقة عن الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون لك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيئ له بالطهارة المطلوبة شرعا. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين هي ما يلي: أولا، مس المصحف الشريف، فلا يلمسه المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بعد قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والمراد بالمطهرون المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، كما نبه على ذلك العلامة ابن القيم وغيره، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه: لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، انتهى. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه مباشرة، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس، كما لو كان مفتوحا أمامه. ثانيا، يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. وحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأتي يؤدب على ذلك، لأنه متهاون بالعبادة، وعند بعض العلماء أنه يكفر. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته فلا بد من إعادتها. ثالثا، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق.
فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. هذه الأعمال التي تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي أولا يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. في حديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الترمذي وغيره. ولفظ الترمذي يقرئنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب سواء عن ظهر قلب أو من المصحف، وبمعناه الحائض والنفساء. لكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا خشيت نسيانه. ولا بأس أن يتكلم المحدث حدثا أكبر بما وافق القرآن إن لم يقصد به القرآن، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فألفاظ الذكر لا بأس للمحدث بجنابة أو غيرها أن يتلفظ بها ما لم يقصد بها قرآنا إذا وافقت لفظ القرآن. ثانيا، ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد، يعني البقاء فيه بغير وضوء، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء إن رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور معه من غير جلوس فيه، قوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، يعني مصلى العيد. أيها المستمع الكريم، يتلخص لنا مما مر بيانه أن الأعمال التي يحرم على المحدث مزاولتها إجمالا هي: مس المصحف الشريف لحرمة القرآن العظيم، الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أعمال جليلة من الوقوف بين يدي الله تعالى وقراءة القرآن والركوع والسجود والدعاء، وكذلك الطواف بالبيت لأنه يشبه الصلاة، ولأنه إذا كان الحدث حدثا أكبر يترتب عليه دخول المسجد الحرام واللبث فيه، وهذا قد نهى عنه الشارع. وقراءة القرآن إذا كان الحدث حدثا أكبر لحرمة القرآن العظيم لأنه كلام الله عز وجل، فلا بد من التهيؤ له بالطهارة من الحدث الأكبر، واللبث في المسجد ومصلى العيد لحرمة المسجد ومكانته عند الله وكونه مقر الملائكة الكرام، فلا بد أن يحسب المسلم له حسابه. وفقنا الله جميعا للتفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجهه الكريم، إنه هو السميع العليم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأستودعك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.